بدع ثابت زي البطل. سوينا يطلع ثابت البطير ثابت يطلعها مره معاه. القصة مش قصة شهرة أو حب جمهور أو يعني بروباغندا. قيمتك الحقيقية بتيجي من علمك ومن إخلاصك ومن مشوار نجاحك ومن أخلاقك ومن طريقة التعامل بتاعتك مع الناس. وده باختصار شديد جدا من مواقف كتير قوي قوي تشوفها في قيمه اسم ثابت البطل. النهارده بنفتكر الحقيقه يعني ذكرى ميلاده 16 سبتمبر سنه 53، وزي ما انا قلت في البدايه يمكن رحل عن عالمنا من حوالي اكتر من 18 سنه فبراير 2005، لكن يظل النهارده بمجرد ذكر اسم ثابت البطل مع اي شخص عصره اتعامل معاه، كان زميل ملعب، كان لاعب في نادي الاهلي وهو مدير كره، الا وتسمع حاله حب، كلام بيعبر عن حاله حب حقيقيه وارتباط حقيقي باسم ثابت البطل. واحنا بنفتكره النهارده بيسعدنا طبعا يكون معانا واحد من كباتن النادي الاهلي الكبار كابتن فتحي نصير، بيشرفنا النهارده في السادسه. مساء الخير يا كابتن فتحي. مساء الخير يا كابتن احمد. انا عرفت معلومه على الهواء دلوقتي او يعني قبل ما ندخل الهواء على طول، انه كابتن فتحي هو اللي اكتشف كابتن ثابت البطل وهو اللي جابه من نادي الحوامديه، كان بيلعب في نادي الحوامديه في سكر الحوامديه. ازيك الاول كابتن فتحي؟ نور الدنيا. الحمد لله. ازي صحتك؟ تمام الحمد لله. كله تمام الحمد لله. الحمد لله. ثابت البطل قصه بدات مع كابتن فتحي نصير. لا راجل يعني شخصيه من صغره تشعر ان ده في بروميسنج او حاجه له مستقبل كبير مبشرة. قوي حاجة مبشرة لكره القدم. هو جاي وبنعمل له الاختبارات وبنشوط عليه كده، وكان ايام مستر جاي يختبر جول كيبر، كان جاي جبناه. لا يعني احنا شايفينه وجبناه النادي، فمستر دكوتي بيقول بقى شوف انا بشوط عليه وكده. وهو من اللعيبه اللي ما يحبوش يترموا، يعني ما كانش بيترمي، يعني يجيب لك الكوره بيقفل اي زاويه تشوط عليه من اي حته جيبها اول زاويه. لما كنت اجيب مثلا اكرام واجيب ثابت يطلع لابس البدله الشيك ما توسخش ما نزلش. اكرامي بيجيبها بس أي. لازم يطير عليها وينزل وكده طيب. ففرق بين الستايل بين الاثنين يعني. لكن شخصيه محترمه وشخصيه يعني اثرت الكره المصريه والنادي الاهلي باخلاقه ومبادئه وبادائه لما كان في منتخب مصر. لان دربتهم في النادي ودربتهم في منتخب مصر. بس قصه حبه وانتمائه للنادي الاهلي يعني الكل اجمع عليها كابتن فتحي. هو يعشق النادي. يعني مشواره كله انا قلت حتى لغايه يمكن اخر لحظات حياته وهو ظروف مرضه، عارف طبعا انه في ايامه الاخيره كان تعبان جدا، ورغم كده كان عنده اصرار انه يعني يقوم بدوره او انه يكون موجود لاخر لحظه. لان بدات كابتن احمد من صغره وهو لعيب كان يجي بدري النادي ويخش يجهز مكان المرمى بتاعه، يعني يعتبر بيته. اللي يشوف الارض يشوف حصوه تتشال يشوف كده، رغم ان في رعايه في النادي انهم بيشوفوا الكلام ده الصيانه، لكن هو يعمل الكلام ده. ويصلي وينام الظهر ويستنى التمرين، تروح تصحيه جاي واحد يعني بيعشق كره القدم ويعشق النادي الاهلي. صحيح. ربنا يرحمه ويغفر ليه. وزي ما بقول كده في ناس سيرتها دايما نصاعة البياض على طول، الواحد سيرة في الاول والاخر. النهارده لما بتكلم مع اي حد من زمايل، يعني طبعا بقابل طبعا كتير من نجوم النادي الاهلي اللي كانوا بيلعبوا ايام مع كابتن ثابت في الملعب، او اللعيبه الجيل اللي بعده اللي هو كان مدير لما كان مدير كوره. يعني قصص وحكايات عن ثابت البطل، ويمكن الناس تكون واخده هو كان شكله يا ملامحه كده
كان شكله يعني ممكن يبقى جد شويه زياده عن اللزوم، صعب شويه، قاسي شويه، لكن بره تشعر بيه في حياته انك تستمتع بقعدته. ايوه النكت والكلام بالظبط. ناس كتير يقول لي ده كان دمه خفيف جدا ويحب جداً الهزار جدا, جداً يعني من الناس اللي ما تقدرش بقول لك انت فكرتني بيه، والواحد يعني بيفتكر حاجه غاليه على واحد طبعا، وغالي علينا وغالي على النادي الاهلي، لكن بدعو له بالرحمه ويكون في هو في مكان احسن من اللي طبعا فيه. اكيد اكيد. طيب خليني ابدا معاك من ماتش امبارح. ازاي شفت ماتش امبارح؟ وهل الخساره، خساره المباراه وخساره اللقب تتناسب مع اللي قدمه الاهلي وقدمه مارسيل كولر في ماتش السوبر كابتن فتحي؟ طب لو تسمح لي انا يعني هنتكلم في الموضوع ده، لاني شفت يعني تابعت من امبارح للنهارده كم كل البرامج وبرامج التحليليه والسوشيال ميديا والناس اللي كتبت كمان في الجرايد والكلام ده كده، تقريبا معظم الاعلام بيكتبوا وكل واحد بيقول وجهه نظره. يقول كولر، في واحد يقول لعيب، في واحد يقول ضيع فرصه، في واحد يقول تشكيل. أيوة. في واحد يقول تغيير لعيبه. كل الحاجات دي انا مع احترامي يعني لابد نرجع للعلم. العلم في كره القدم مهم جدا جدا جدا. ان احنا ندردش وان احنا نقول ارائنا وكده ماشي، لكن عند التحليل العلمي للحاله اللي احنا بنمر عليها دي لازم نتوقف. وقبل ما نتوقف ما نحاولها. هي دي حصلت في فتره. تاني يوم النهارده الزمالك اتغلب من فريق ضعيف. هل يعني الزمالك ما يقدرش يكسب الفرقه دي 5-6 مستريح؟ يقدر، بس امتى هقول؟ هل المنتخب يوم ما لعب تونس كان بالدرجه ان فريق تونس ده يكسب 3؟ لا. هل النادي الاهلي امبارح يخسر من فرقه زي دي؟ لا. شايف ان كل ده مرتبط ببعضه كابتن فتحي؟ طبعا طبعا. ازاي؟ احنا اول مره من كام موسم دلوقتي ناخد فتره توقف. خدنا فتره توقف 3 اسابيع. بعد 3 اسابيع، بعد اسبوعين، اللعيبه تقريبا 50% من مخزونهم البدني بيفقدوه بعد اسبوعين لما هو توقف، لان انت في راحه سلبيه تاني، رحت البحر ورحت هنا ورحت هنا ورحت هنا، وبعدين بترجع تاني تعمل. الاهلي عمل فتره اعداد، الزمالك عمل فتره اعداد، الانديه الثانيه عامله فتره اعداد، المنتخب خد لعيبه من انديه عامله فترات اعداد. مظبوط. طيب الاعداد ايه؟ انا لازم اعد بدني، لازم اعد مهاري، لازم اعد، طالما بدني ومهاري اعد خططي، لازم اعد نفسي. مظبوط. طيب هل انا عديت في دول في خلال 10 ايام؟ مثلا النادي الاهلي راح النمسا عمل معسكر هايل. مش معقول ان هو عمل المعسكر الهايل ده هيجي يبقى هو اللعيبه اكتسبوا اللياقه والمهاره والخطه والاعداد النفسي في العشر ايام. استحاله. اقف في الجزئيه دي مع حضرتك في نقطتين. النقطه الاولى هي انه ما ينطبق عليا ينطبق على كل الفرق اللي بتنافس معايا بما فيهم اتحاد العاصمه وبما فيهم المصري اللي هلعبه يوم الثلاثاء اللي جاي. بالزبط. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه وهي انه معلوماتي يعني في حدود ما توفر لي معلومات، انه حتى في فتره الراحه السلبيه لعيبه الاهلي كانت واخده برنامج معين معدل كل واحد منهم بحيث انه كيرف البدني ما ينزلش خالص، يعني ما هياش راحه سلبيه بالمعنى مش سلبيه. أيوه. هو يعني ايجابيه من ناحيه الدوره الدمويه، من ناحيه العضلات، مش من ناحيه يعني الربط النفسي او الجهاز العصبي بالكوره. أيوه. او الاعداء. مفهوم. يعني ايه انك تلعب سباحه؟ ايوه. ما هو دي ما هي السلبيه، ما انت بتجري. انك بتلعب تنس، ما هي ما بالسلبيه دي ما هي ايجابيه، بس مش كوره. أيوه. يعني انت بعدت عن جو الكوره. في الجهاز العصبي بيبقى مشغول ومربوط بشغل كره القدم. ايوه. الفتره دي المدربين ما قدروش يوصلوا اللعيبه للياقه المباريات. وبالتالي ما قصرتش توصل للياقه المباريات، مش هتوصل لفورمه المباريات.
في فرق بين لياقه المباريات، في فرق، في فرق بين ماتش اتحاد العاصمه وبين فرق بين ماتش اتحاد المنستيري الموسم اللي فات. الاثنين كانوا اول ماتش في السيزون، الاثنين كانوا في بطوله قاريه. متوقفين السيزون اللي فات كان في قرار من الجهاز الفني انه ان احنا نريح اللعيبه. انت رايح ما رحتش كتير برضو، لكن كان الموسم ممتد وكان في لعيبه كملوا، ففورمه المباريات الى حد ما كانتش بعيده قوي، ما فقدناهاش. فرق يعني، ما انت مش هتفقد اللياقه، طيب لكن فورمه المباريات هتفقدها. يعني الفورمه انك يعني ايه فورمه المباريات؟ ان انا في المباراه العب واندمج، والتعاون بيني وبين الفرق بتاعتي. يعني النادي الاهلي اين فورمه المباريات؟ حتى الفريق نفسه هقول فيه اتنين جداد دخلوا على الفرقه. مظبوط. طب الاتنين الجداد بدنيا ممكن يكونوا جاهزين زي بقيه الفرقه، فنيا ممكن، نفسيا الى حد ما، لكن فورمه المباراه في التعامل الداخلي الهارموني اللي بين الفرقه لسه ما جاتش. فدي اللي بنقول عليها فورمه المباراه. شايف يعني شايف انه البدايه بيهم امبارح كانت مجازفه من لا ما انا مش ما هو دي مش هنخش فيها، لان لو دخلنا فيها هنحط نفسنا بقى. انا لا ليه، لان انا هطلب منك خد بالك، الناس كانت بتتفرج على الاهلي امبارح ومستنيه تشوف صفقاته الجديده يعني، وانا بتفرج على الماتش وعايز الاهلي يكسب، عايز اشوف كمان الصفقتين دول اقيمهم فعلي مع الاهلي عملوا ايه. ضد ان انا اتعرض لاي مدير فني في بدايه الموسم بيتعامل مع فرقته، لان ده عايش مع الفرقه. ايوه انا لسه كنت بقول لك احنا كنا مع ثابت البطل وبنتدرب، الكلام ده في كام؟ من 30 40 سنه. طب دربنا وبعدين وصلت وبعدين بقيت محاضر بقيت ادرب، فخلاص يعني عايش الكوره. انا ضد اي حد يمس اي مدرب يتكلم على حته بدأ بده ليه وما بدأش بده ليه. مبدئيا نحط خالد، هل المدرب ده مش عايز يكسب الكاس؟ مش ممكن. عايز يكسب الكاس، فهو بيشوف وبيتخيل وبيحط في ذهنه وعاش مع اللعيبه دي 10 ايام او 15 يوم ويعرفهم من قبل كده. احنا مش يعني اسم كولر وبصماته مش محل شك، وحتى رغم خساره اللقب كل بتهيألي يعني ان كل جماهير النادي الاهلي مصدقه في الراجل ومقتنع بيه جدا. انا بقول على لكن كل هو اي مدرب اي مدرب في فتره اعداد بعد انا ما بتكلمش ما بتكلمش على فكره على ماتش اتحاد العاصمه كابتن فتحي عشان اقول احنا غلطنا في ايه ومين يشيل يتحمل المسؤوليه. انا بتهيالي ان كله انا هقول لك مين يتحمل كله يتحمل المسؤوليه. لا انا لا لا انا هقول لك مين يتحمل المسؤوليه. يعني انا هحددها. ما هو العلم عشان كده احنا بنقول العلم. في واحد هقول لحد حضرتك مثل اللي لما بتروح بتجيب ابنك الصغير عنده حراره بتوديه لدكتور، دكتور يعني مش متخصص نعتبر زي الشعب كده، دكتور عنده حراره، يجي مديك 3 4 ادويه تاخدها بيخف الحراره بتنزل. لو خدته بقى لدكتور متخصص هيديله دواء واحد لان الحراره دي جايه له من لوز، أيوه. جاي له مثلا اللي عنده تلبك معوي يعرف السبب المباشر حاجه واحده بس. أيوه. هوب هيديله الدواء يخف. ده الفرق بين ده وبين ده. ما هو ده هيخف وده هيخف. أيوه. وده بيتكلم في الكوره وده بيتكلم في الكوره، بس فرق بين واحد بيتكلم في الكوره بيقول لك على طول السبب ايه. فانا بقول على طول السبب ايه، هذه المباريات ليست في الوقت المناسب مع بدايه كل المواسم. اللي يقلقني اكتر كلام حضرتك ليه؟ عشان انا في بدايه الحلقه كنت بقول انه في الثلاث شهور اللي جايين نص الموسم او تلت الموسم الاول ده عندنا اصعب ماتشات، اصعب مستوى منافسه، اصعب انديه منافسه بالظبط، اهم الالقاب اللي جمهور النادي الاهلي مستنيها. هتقول لي الدوري والكاس، هقول لك الدوري والكاس على راسي من فوق ومهمين مفيش شك، لكن بالنسبه للاهلاويه الدوري النسخه الاولى من الدوري الافريقي اهم، كاس العالم اهم، شامبيونز ليج بطوله دوري ابطال افريقيا اهم. فانت اصعب ماتشاتك هتلعبها في الثلاث شهور الجايين، بدايه من ماتش المصري اللي جاي ده. كلام حضرتك انا هترجمه انه القصه دي هتاخد وقت، واللي ما واللي ما قدرناش نعمله في ثلاث اسابيع محتاجين نعمله في اسرع وقت ممكن. هو السؤال هنا على الاقل اسبوعين ثلاثه، اسبوعين ثلاثه عشان نستنى، عشان نستنى الاهلي فورمه اللعيبه. واداء اللعيبه وبدن اللعيبه ومهاره اللعيبه، لان اللعيبه ايه؟ اللعيب مهاري قوي
ويعرف يوقف الكوره ويعرف يشوط الكوره كويس، هيعرف يوقفها، بس البدني بتاعه مش سامح له ان هو يجيبها. ليه اللعيبه الكبار بطلوا؟ ليه الخطيب بطل؟ لان اللي في مخه عضلاته مش قادره تساعده انه ينفذها. مظبوط. فبيبطل، ده اللعيب المهاري. فاذا بنقول البدني والمهاري الاثنين مع بعض، فالمدرب يشتغل الخططي وبتاع النفسي يربط العمليه فتطلع فورمه مباريات. احنا ما وصلناش لفورمه مباريات، لا فرقه النادي الاهلي ولا فرقه نادي الزمالك ولا منتخب مصر ولا الفرق اللي هي دي. تقول لي الله، طب ما بتوع العاصمه دول برضو ما لعبوش مباريات، لكن فورمه المباريات ما وصلهاش. ما هو ما وصلهاش. أيوه. هم بادائهم احنا تحت بقينا زيهم. يعني هم في تخبطهم وفي ادائهم وفي حماسهم ونروح بيلعبوا الاهلي وبيعملوا الكلام ده كده، بقينا زيهم. يعني احنا بقينا زيهم ليه؟ مش لان احنا وحشين، لان احنا مش قادرين. طب مش قادرين ليه؟ لان لسه ما بقيناش في فورمه المباراه. أيوة. سواء في التسديد في فورمه المباراه، سواء في التمرير، سواء ليش الاشتراكات دي كلها. ابسط حاجه ده بقول لحضرتك ايه الدكتور اللي بيقول لك ناحيه علميه. معظم الكور المشتركه بيننا وبينهم التحامات في الارض او في الهواء. أيوة. ليه كانوا بياخدوها؟ لان هم عندهم الحماس الزايد لفرقه كده متحمسه، واحنا عندنا لسه لم نصل للفورمه ازاي استحوذ على الكره في الارض او في الهواء. ايوه. هتطلع فاصل؟ لا لسه فاضل معايا دقيقه بس. بعيدا عن النواحي البدنيه والفنيه، الروح من وجهه نظر كابتن فتحي ما كانتش غايبه امبارح شويه؟ ما مش هقول الروح، الروح بتتولد من اصل عند الاهلي ساعات كتير قوي بتبقى الحاجات دي موجوده، الروح بتعوض ده. بتعوض. حتى في مستوى منافسه اعلى، يعني ممكن يبقى المنافس اللي قدامي اعلى مني. الروح تعوض الفوارق الفنيه والبدنيه. شيء جميل. تعوض امتى؟ اما يكون عندي المخزون البدني بتاعي والمخزون المهاري بتاعي والنفسي بتاعي جاهز لسه ما توهكش. أيوه. فالروح بتزق ايه؟ ما الروح لازم يبقى في، يعني يبقى في حاجه من جوايا اقدر نفذ. الروح تقول له شوط فالشوطه تطلع قويه، طب الروح هيخليه شوط بس مش هتطلع قويه. ما هو الروح قالت له شوط، طب هيعمل ايه؟ الروح بتقول له اشترك. والتاني كلام كابتن فتحي معناه انه مباراه المصري اللي جايه صعبه جدا، وهنا يبان دور جمهور الاهلي في الايام ال 72 ساعه اللي جايين. خليني اسمع التقييم الاول لصفقات الاهلي من ماتش امبارح، ازاي كابتن فتحي شاف رضا وازاي شاف امام قبل ما اروح لمباراه المصري. بس قبل ما نكمل كلامنا مع كابتن فتحي نروح لفاصل ونرجع على طول. وانا بدردش مع كابتن فتحي في الفاصل، قال نقطه مهمه جدا يمكن تخصنا في الاهلي بشكل خاص وتخص منتخب مصر بشكل عام، وهي اهميه التوقيت. كنا بنتكلم يا كابتن فتحي عن ازاي تختار التوقيت المناسب، بالذات لما يبقى عندك رفاهيه الاختيار. يعني انت كلمتني على ماتش منتخب تونس، قلت انه من وجهه نظرك كان في عدم توفيق كبير في اختيار منتخب تونس في التوقيت ده. ممكن تشرح لنا اكتر او توضح للناس اكتر وجهه نظرك، وليه تحديدا يعني شايف ان التوقيت كان عامل مهم جدا دلوقتي؟ السوبر ماتش السوبر اللي اتعمل ده احنا ما اخترناش الوقت. ده فرض علينا. مظبوط. عشان كان ممكن واحد هيقول لي طب لو الفرقه مش جاهزه ليه لعبت؟ لا، ده فرض علينا. انا اديت مثل ان فورمه المباريات لسه اللعيبه ما وصلوش لها بعد توقف دوري، بعد اكتر من اول مره نعمل الكلام ده. ليه؟ احنا على سبيل المثال منتخب تونس من المنتخبات المنظمه، الفكره ان انا بقول ان اخترنا هذا الفريق عشان التقييم بتاعنا في الرينك بتاع الاتحاد الدولي يتقدم ونحتك مع فرق قويه وكل حاجه. دي وجهه نظر. ما هو لازم لما اشوف حاجه اشوف سلبياتها وايجابياتها قبل ما اخد القرار. لان مش معنى ان انا افكر اقول الخطوه دي هقابل تونس اقابل تونس، لا، فكر في سلبياتها وايجابياتها. ايه هي فيها سلبيات؟ ده تونس فرقه كويسه وهنلاعب وهتعمل وهتنفعني في الرينك. هل التوقيت ده مناسب ان انا العب في الوقت ده؟ ابص لفرقه تونس، معظم فرقه تونس كلهم محترفين في الخارج. الدوري بره في اوروبا من 4 أسابيع بدأ، وخمس أسابيع أو 5 أسابيع
اذا 5 اسابيع زائد فتره اعداد هم عملوها قبل ال5 اسابيع كمان قول اسبوعين او ثلاثه جابوا فورمه الماتشات جابوا فورمه المباريات وصلوا لفورمه المباريات. انا لسه ما بداتش. طب انا كنادي كمنتخب مصر لسه ما وصلتش لعيبتي ما وصلتش لفورمه المباريات. ليه ما وصلتش لفورمه المباريات؟ لان الدوري بتاعي اتاخر، ولما الدوري بتاعي اتاخر خدوا اجازه، ولما خدوا الاجازه الفتره دي بدات اعمل لهم فتره اعداد متاخره. فانا خدتهم من فتره الاعداد. يعني فريق بيراميدز رجع من تركيا ورجع وخدنا لعيبته، فريق من مثلا بيلعب المعسكر في اسكندريه ولا معسكر في المغرب، كان مصر او ما كانش في حد من مصر حتى في لا يعني ما فيش الفرق دي كلها او في اسكندريه او في الاماكن دي او في السويس او في الاسماعيليه خدنا اللعيبه. فرق النادي الاهلي راحت النمسا ورجع، بس عملت ايه؟ اتفقنا اللياقة، عملنا بدني مهاري خططي، ولم نعمل لياقة المباريات. لياقة المباريات تديك فورمة المباريات، ولياقة المباريات تكتسبها من المباريات، ما فيش مش من التدريب. لا التمرين التدريب يعدك بدني، يعدك بدني، لكن لياقة المباراة تاخدها من ماتشات. المباراة لازم تاخدها من المباراة، تبدأ بالمباريات. فاحنا واخدين الفرقه دي وجينا لعب تونس. يعني انت شايف انه اختيار تونس هو في التوقيت ده هو اللي مش مناسب، كان ممكن نلعب في التوقيت ده اللي جاي مباراه وديه بس مش مع تونس. لو كنا لعبنا مع زي ما لعبنا مع اثيوبيا كده. أيوة. حتى مع اثيوبيا كابتن فتحي ما احنا وحشين، ما جيناش برضه. وعشان لياقه المباراه غير موجوده. يا جماعه لياقه المباراه العلم هو اللي بيتكلم. فتحي نصير ما بيتكلمش. الكلام بقوله ده كلام علمي. يعني مش قابل للدردشه. فاحنا بنقول هل لياقه المباريات اللعيبه اكتسبوها؟ لا، هيكتسبوها من ايه؟ من مباريات. طب لعبوا كم مباراه؟ مفيش. النادي الاهلي لعب مباراه واحده ولعب مباراه طلائع الجيش. هل ادى في طلائع الجيش بالصوره القويه اللي هي تطمننا؟ هو معذور لان لسه لياقه المباريات بتطلع سلم واحدة في واحدة، أصعب في أصعب في أصعب، ثم أقل، ثم تخش الموسم. تمام. إحنا لسه ما دخلناش الموسم، بتلعب سوبر. توقع أي حاجة بقى تحصل. طيب، هتكلم معاك في ناحية بره الكورة شوية، ناحية نفسية أو ناحية سيكولوجية، يعني حتة الثبات الانفعالي. أوقات كتير جدا بنواجه الظروف دي. تحكيم يحسسك انه مش بالمستوى الكفاءه او العداله او النزاهه الكافي، وده يمكن احساس الغالبيه العظمى عند جماهير النادي الاهلي انه الحكم امبارح ما كانش موافق. مش هفترض حسن النيه، يعني هفترض حسن، لا انا بس انا ما يخصنيش المباراه، ما يخصنيش تاثير الحكم في نتيجه المباراه. فريق ممكن يكون بيشتغل على استفزازك اكتر ما يكون بيشتغل على انه يلعب كوره. احتكاكات، ضرب، عنف، تضييع وقت، تمثيل في اوقات كتيره جدا. الحاجات دي ممكن تخرج اللعيب من تركيزه في الملعب. هنا يجي فكره الخبره. انا كنت ببدا الحلقه كابتن فتحي انه الجيل ده من لعيبه الاهلي عنده خبرات مش موجوده لاي نادي في افريقيا بالزبط. ولا في المنطقه العربيه، لان الخبرات اكتسبها من مباريات. مظبوط. مش نظري. لا لا، اكتسبها من احتكاكات ومن مباريات ومدارس ولعب مختلفة. مع مدارس مختلفة. وتفوق على مدارس بالزبط. انا يعني دايما بحب اقول انه الجيل ده منافسات مختلفه وبطولات مختلفه. مظبوط. ولاعبين مختلفين، انجازاته استثنائيه ومن حقيقي، قارات مختلفه. من كل حاجه. لكن في النهايه بشوف انه في وقت من الاوقات في منافسين يقدروا يحيدوا الخبرات دي، او يقدروا يخلوك يوصلوك لمرحله انك ما تقدرش تتعامل مع مواقف معينه، وبالتالي بيأثر ده على تركيزك في الملعب. احنا قلنا في الاول الاعداد بدني مهاري خططي نفسي. هو ده الاعداد النفسي، ان اللعيب بتعدي نفسي. اللاعب هيكون عنده ثبات انفعالي اما يحس ان هو واقف على الارض، واقف على رجليه، حاسس انه قوي. فمخه مش هيفكر في الحاجات الصغيره. لو الحكم نرفزه ولغى هدف، هو عارف انه ممكن يجيب هدف واثنين وثلاثه. أيوة. بس هو حاسس انه مش قادر. فبيضطر اي ضغط بيتحط عليه على طول بيترجمه للنرفزه. ان هو يطلعها ليه؟ هو عايز يعمل. ما هو نرجع، هي المحصله هي سلسله ماسكه ببعضها. هو بيحب النادي الاهلي ووراه جمهور كتير عايز يسعد هذا الجمهور. فبيلاقي واحد بيصطدم
امامه في ان هو ما يحققلوش الهدف ده. طب انا بقدر بس انا بالعافيه مش قادر لان لسه لياقه المباريات. انا بلوم اللعيبه لا ما لومهاش. أيوه. انا ولا بلوم، انا ما بدافعش لا على اللاعب ولا على المدرب ولا على الاداره ولا على اي حته، انا بدافع عن العلم. يا حضرات كره القدم علم، بندردش وفي السوشيال ميديا وفي الاعلام وفي التحاليل وبنقعد بنتكلم، الكلام ده جميل جدا، لكن اما نخش في حته العلم دي لا. فانا حللتها دلوقتي. مهمه مارسيل كولر، وقبل ما اكلمك عن مهمه مارسيل كولر اسمع راي كابتن فتحي في الصفقات الجديده اللي خدت فرصه الظهور اساسي امبارح في التشكيله بتاعت مارسيل كولر. ثلاث صفقات في حاله رضا كبيره عند جمهور انا لمسها، سواء رضا سليم او امام عاشور او حتى انتوني مودست اللي ما ظهرش في ماتش امبارح. شايف تقييمك لظهور اول لرضا سليم وامام عاشور ازاي؟ ولو تحب توجه لهم رساله او نصيحه وهم بيبداوا المشوار مع المارد الاحمر، ايه نصيحه كابتن فتحي؟ شوف يا كابتن، مدرسه النادي الاهلي ان هي ما بتدورش على الكم. يعني مش بتجيب لك 7-8، وانت مش هتقدر تلعب بالسبعة تمانية، لكن بتدور على الكيف، على المهارة، على حاجة الواحد برومس هي محتاج الحتة دي بتجيب الحتة دي. ما بتجيبش كتير، لأن لما بتجيب كتير هتقلق بقية اللعيبة، هتفقد السيطرة عليهم. فأنت جايب نماذج مشرفة للنادي الأهلي، سواء إمام كلاعب ده من جاي من مصر أو جاي من ميتلاند الدنمارك أو رضا سليم. رضا ده جاي راجل من المغرب برضو، كسر الدنيا هناك طبعا. يعني من مدرسه، الصفقتين دول وسنهم معقول وقريبين وميزتهم التسديد. ليه بنقول ميزتهم التسديد؟ لان كره القدم دلوقتي رضا ضيع واحده سهله قوي امبارح. ما هو رضا يعني ضيع واحده سهله قوي امبارح. لا هو ضيع لانه ما هوش جاهز. دي اسمها لياقه المباريات الذهنيه. أيوة. يعني ايه لياقه المباريات الذهنيه؟ يعني لما يعني انفرد بالكره زي دي هو اتخض، فهو حتى عاوز بكل قوته ان الكره دي تخش. ما هي لو راحت في اي حته هتقطع الشبكه. لكن هي كانت عايزه العقل، ان انا بسندها واحطها مثلا بشمالي او بيميني او بزاويه او اي حاجه. اللي خلاه يحط كده بيؤكد الكلام اللي انا بقوله. الاعداد المهاري والنفسي للمباراه له هو لسه تعرف دي لو تجيله بعد 3-4 ماتشات بقى في الموقف ده، مش في الماتش ده، لان الماتش ده مباراه فاصله، مباراه واحده فيها بطوله. أي. الناس مش عارفه المباراه، المشكله انها مباراه بطوله. أي. فكل لاعب اول مره بيلعب. أي. واول مره بيلعب مع النادي الاهلي وانفرد في الشكل ده، هتقول لي يعني هو هيضيعها بالشكل؟ لا مش ممكن. كم من 10 طب يا كابتن فتحي؟ مين؟ رضا وامام في ماتش امبارح. لا ما انا مش عايز اقيم اللعيبه. مفيش شك. بص هظلمهم. بص لا احنا متفقين انه اللعيبه من حيث الامكانيات مستوى يعني اضافه للنادي الاهلي، ده مفيش شك. بص بس انا عشان نكون واقعيين. أيوه. انا بقول لاعبين مبشرين ممثلين لعيبه. لا بس كابتن فتحي لما يتكلم برضو انت خبره كبيره جدا يا كابتن فتحي. حد خبره ادي خبره على اللي اعرفه عنه. لما تدي نصيحه لامام في بدايه مشواره او لرضا في بدايه مشواره وهو بيبتدي بيقول بسم الله الرحمن الرحيم مع الاهلي، هو نازل النادي الاهلي عايز يقدم اكتر حاجه منه، هو عليه ضغط تاني. أيوه. غير بقيه اللعيبه. وانت فاكر ان هو نازل بيتفسح يعني نازل؟ لا طبعا، ده اول ظهور ليه اكيد هو طبعا. هو عليه ضغوط يعني غير ضغط الجمهور، هو يمكن ما يحسش بيه، او ضغط المباراه نفسها كمباراه واحده، كمباراه فاصله، كمباراه كده، بالاضافه عاوز يثبت نفسه لمدربه، عايز يثبت نفسه للاداره اللي اتعاقدت معاه، عايز يثبت نفسه للجمهور، عايز يثبت نفسه للنادي بتاع اللي هو جاي منه، ان انا في اول مباراه جدا. كل الحاجات دي داخله في دماغه بتدور، فهي دي عاملاه صراع داخلي بيضغط عليه، وان هو عايز يعمل كل حاجه. صحيح. فما يقدرش يعمل كل حاجه في كل الوقت. طيب اقل من 72 ساعه، اقل من 72 ساعه وتبدا مشوارك في الدوري مع ماتش مصر. وبالتالي الدايلما اللي حضرتك كلمتني عليها والعلم والكلام اللي حضرتك فسرته بشكل علمي انطبق على مباراه اتحاد العاصمه، اكاد اجزم انه هيكون موجود، ولانه 72 ساعه دي مش هتغير من الامور شيء. ما تغيرش كتير، لكن
هيبقى فيها. هو السؤال هنا بقى لو نقدر نغير او نقدر نتحرك لقدام في 72 ساعه شكل التعامل يكون ازاي من وجهه نظرك؟ هو ما هو الا كلام نفسي. يعني اكتر حاجه هشتغل عليها دلوقتي في 72 ساعه دول مهاري ايه؟ ما هم جايين تعبانين وسافروا وبعدين عملوا عمره، فطبعا العمره وفي ارهاق وفرحانين بيها وكده، فهم جايين متسلحين بالعمره ان هم ربنا يعني يتقبل يتقبلها منهم ان شاء الله. فاذا هم جايين دلوقتي غسلوا نفسهم كويس قوي من المباراه وغسلوا نفسهم مما قبل المباراه، فجايين نضاف وداخلين على الدوري بقلوب نظيفه وان شاء الله ربنا قادر. هو كولر اللي هيقدر يعني مع المصري، وبعدين اللعيبه المصريه كمان ما هو علي ماهر ما هوش من المدربين الكويسين الصاعدين الواعدين اللي راح عمل معسكر برضه في المغرب وبدا وعامل ميركاتو وعامل صفقات كتير قوي، يمكن من اكثر الانديه ان لم يكن اكثر الانديه تدعيما للصفوف. دي برضه ممكن تبقى سلاح ذو حدين، هي حته السلبيه فيها لان الربط مع اللعيبه دي الهارموني بيه لياقه المباراه الجماعيه دي هتلاقوا قليله. ممكن مع علي ماهر بعد 5-6 ماتشات يبقى الدوري عنده يبقى الماتشات كويسه. أيوه. في الاول مش هتلاقيه، هتلاقي فيه على فترات مهارات لعيب، لعيب واحد ضد واحد، لعيب بيعمل، لعيب يشوت الكوره، لعيب يطلع كوره، كل الحاجات دي. لكن ان مجموعه بتلعب لمده 45 دقيقه ثم 45 دقيقه برضه العلم يقول لك لا عنده مشكله فيها، مش حي... انا بقوله قبل الماتش. أيه. لكن فاذا احنا مع المصري المباراه ما هي سهله لان احنا انا قلت الكلام ده والكلام ده، لو وصلت للياقة البدنية بتاعته ولياقة المهارات ولياقة المباريات، والمباريات قلنا بتيجي من المباريات، بعتبر الماتش اللي فات ده جزء من إعدادي للياقة المباريات. أصبحت أنا لاعب 3 مباريات، مباراة في النمسا وطلع الجيش والمباراة دي. أيوه. يعني 3 مباريات هرتفعني أكيد، هترفعني مش هتقلل، يعني المباراة دي هترفعني. شايف وجود مودست أنتوني مودست الأول رأيك إيه؟ الصفقة وال دي اللي بتنقص النادي الأهلي. يعني لو كان موجود في ماتش زي امبارح احنا رغم من اللي احنا بنعمله ده كان برضو لاعب يعرف يحطها. أيوه. من الفرص اللي تجينا، ولو فرصة جت خلاص. أنا بس مش عايز أتكلم على الماتش عشان مش لا انا بتكلم في اللي جاي. يعني شايف انه يقدر يدخل على طول، ما يعني في النهايه هو حاجه بتقول دلوقتي الفرقه لعبت 3 ماتشات، ماتش في النمسا وماتش في القاهره وماتش في السعوديه، في السعوديه الثلاث ماتشات بتوع هو ما لعبش هو ما لعبش ولا ماتش. هل احطه في ماتش المصري والجا ليه ولا ادخله بالتدريج؟ لا ما هو لازم هيستفيد بيه، هيحط يعني شايف انه يعني ممكن تراهن عليه اساسي في المباراه دي. يعني لازم تستفيد بيه، وخصوصا اللاعب المهاري الهداف ده اللي يكون بروميسنج يعني متميز في ضربات الراس وكده، وانت عندك اوفرات، شفت الاوفرات الكتير اللي طايره رايحه من يمين وشمال مش لاقي حد يقابلها، فهتلاقي هو يصطاد له واحده منهم ولا اتنين. كل الماتشات اللي الاهلي بيتاخر فيها بهدف بتتحول تقريبا لسيناريو مشابه لماتش امبارح. فكره انك انت تفقد المبادره دي بتحس انه اجواء المباراه متكهربة، بتحس انه ادائك بصرف النظر بقى انت بتلعب فين في الموسم، في بداياته وفي اخر الموسم او مباراه في نص الموسم. لكن اي مباراه بتفقد فيها المبادره كابتن فتحي بتحس ان الدنيا اتكهربت، تحس ان في حاله تسرع او سربعه، يعني تحس انه ايقاع الاهلي ما بقاش سريع، يعني السرعه غير التسرع أيوه. فما بتبقاش يعني السرعه في الاداء ان انا بعمل تمرير سريع، تسديد سريع، المراوغه السريعه، الارتداد السريع، الانطلاق السريع، ده سريع. لكن بتبقى تسرع وسربعه فما بيبقاش فيها عليها سيطره. فبيبقى ليه؟ لان مشكله النادي الاهلي الجماهير كل واحد فيهم بيحس ان وراه ملايين عماله بتبص عليا دلوقتي في الكره اللي قدامي دي. هعملها ايوه ايوه طبعا ده ضغط مفهوم طبعا. الضغوط اللي على اللاعب دي ما هي سهله. يعني ما نبصش كده، الضغوط اللي على المدرب دي الضغوط اللي بنقول في لعيبه بتستحملها وفي لعيبه تانية ما بتقدرش. لكن اللعيبه اللي احنا جبناهم من اللعيبه اللي تستحمل. ايوه يعني الثلاثه لعيبه اللي جايبينهم دول انا قادر ان هينقلوا النادي الاهلي
نقلة تانية وفي مكان تاني، بس نصبر نلعب شوية ماتشات. طالما ما لعبناش شوية ماتشات محدش لا يتكلم على مدرب ولا يتكلم على لاعب. شايف المنافسة في الدوري السنة دي ازاي يا كابتن فتحي؟ هتبقى قوية، أصعب من الموسم اللي فات ولا؟ لا لا أصعب، أصعب بكتير. أيوه. لأن معظم الأندية دلوقتي عملت شغل جامد، يعني عملت تدعيمات كتيرة وجابت فرق وجابت لعيبة وجابت ضمت، وكل نادي نظم نفسه وكل نادي عارف ان هو ايه، فالشغل مش زي السنه اللي فاتت. السنه دي المباريات هتبقى صعبه جدا جدا جدا. طب بالاضافه الى ربنا يكون في عون اللاعبين والمدربين على مستوى الدوري اللي هيلعبوا كل ثلاث ماتشات، كل ثلاث ايام ماتش. امال احنا نقول ايه؟ ما احنا جزء من احنا عندنا انا حسبت السنه دي احنا عندنا غير ماتشات الدوري، يعني انت هتلعب في الدوري المفروض 34 ماتش، انت تقريبا لو ان شاء الله ربنا اكرمنا يعني وصلنا لنهائي دوري الابطال ووصلنا نهائي الافرو ليج او الدوري الافريقي، انت هتلعب تقريبا دوري تاني فوق الدوري بالاضافه لمباراه الكاس. ما انت الكاس يعني انا بكلمك يعني انت مع الدوري مع لا سيبك من المنتخب خالص، سيبك من المنتخب الاولمبي والمنتخب ازاي انا عندي 10 ما انا بقول لك ده بره التمثيل الدولي، يعني بره لعيبه مصر ولعبه وتونس وعندي 12 ومالي وجنوب افريقيا، عندي 12 لاعب في المنتخب اي سواء منتخب اولمبي او منتخب او الأول. منتخب اول طبعًا. او منتخبات جنوب افريقيا وتونس ومالي، ما انت دولت ال 12 بالاضافه للعيبه اللي عندي في منتخبات بلادهم اللي هو زي علي معلول وديانجو وعامل زي بيتسو يعني هم دول كلهم لعيبه بيلعبوا هناك، الماتشات دي كلها محسوبه. صحيح، ما انا بقول لك ده الماتشات الاهلي بس، بنتكلم ماتشات الاهلي بس بره الدوري وبره الكاس، سيبك من البطولات المحلية، انت عندك بإذن الله لو كملنا في الأفرو ليج عندك ادي 6 ماتشات واثنين دور تمهيدي دوري ابطال وستة مجموعات، ادي 14 مباراة، وبعد كده نوك اوتس لغاية مباراة بإذن الله النهائية 6 تانيين، ادي 20 مباراة، وعندك 4 ماتشات في كأس العالم بإذن الله، يعني ان شاء الله طبعا كل ده لو بنقدر نكسب ونوصل يعني الله. فانت بتتكلم في 2 موسم بيتلعبوا في موسم واحد وده بالنسبه يعني غير كل الانديه طب في اماكن مختلفه مش ملعب واحد في بلاد مختلفه في اجواء مختلفه مع مدارس مختلفه اللي انا بلعب تحدي كبير لمارسيل كولر على فكره السنه دي موسم مع مدارس مختلفه اللي احنا بنلعب قصادها، تحدي لمارسيل واللعيبه نفسهم اللي هم يقدروا يتحملوا، يعني الكتيبة النادي الاهلي اللي هي متكونه دلوقتي انا بقول انها قادره ان شاء الله باذن الله انها تكمل المشوار ده ان شاء الله. كنت بتقول لي النسخه بتاعت الدوري السنه دي اصعب من نسخه السنه اللي فاتت. اصعب لان ظروفها غير الانديه، التجهيزات بتاعتهم شايف انه وضع برضو جدوى الدوري الموضوع مهما كان الناس بتقول وتروح وتيجي صعبه، ثلاث اربع ايام دي الجسم البدني، انا اقول لحضرتك المدربين ليه اللعيبه عندنا في الكوره بس بيقولوا طرق الاستشفاء كابتن فتحي اتطورت بشكل كبير، كل الاستشفاء اتطور وبقيت كويس، لكن تطور اللاعب واصلاح اخطائه اعملها له امتى؟ ما انا عايز حد يقول احنا جايبين المدربين المدرب يعني اساس تلعب ماتش يوم الجمعه تلعب ماتش يوم الثلاث مثلا بعدين تلعب تاني ماتش يوم السبت ولا ايه، بيبقى في ثلاث ايام في النص، طب تاني يوم بعد الماتش هتقدر تلعب مباراه او هتقدر تعمل اي بدني؟ هتعمل استشفاء. فضل يوم هقدر اشغل اللعيبه بتاعتي اللي انا بقى عندي يوم زياده ده هجيب، هل ده هصحح اخطائهم في المباراه السابقه؟ عشان كده بيقولوا المساعد بتاع كولر الجديد بيرنجر جاي مخصوص عشان يطور الاداء الفردي للعيب، يعني مستر كولر بيبقى ليه ملاحظات فبيباصي الملف يقول مثلا امتى بقى ايوه ده هيشتغلوا امتى؟ ايوه ما هي النقطه فين الوقت اللي ما لسه هوصل فيه؟ دلوقتي انا يوم 2 3 اليوم اللي قبل المباراه استحاله ان انت هتشتغل اي بدني ولا مهاري ولا كده، هتبقى كلها حاجات الضربات الثابته التحركات الحاجات دي كده، اليوم اللي بعد المباراه بتعمل الاستشفاء،
اليوم اللي عندك فاضي ده هل بتحضر اللعيبه دي للمباراه القادمه لان الخصم اللي جاي هلعبه بطريقه كذا وهعمل كذا وهعمل كذا، ولا هصلح اخطاء اللعيبه دي في المباراه السابقه؟ ايوه اعمل انهيم فيهم، ما مش عشان كده هنا بتفقد حاجه، لا اما هتفقد اصلاح الاخطاء لا اما هتفقد التحضير للمباراه اللي جايه. فاذا بيحصل هنا خلل فني، وبالتالي كره القدم المصريه ما ترتفعش، هتلاقيها قريب لان المدرب لازم يبقى عنده وقت يصلح خطأ المباراة السابقة. اللاعب ده كان لازم تمرر أجيبه، لأن بالكلام ما بينفعش. أيوة. لازم بالعملي، يعني لازم أقول له تعالى أنت هنا الكرة دي كنت تطلعها كده، يلا نعيدها تاني، ويشوط ويجرب، خلاص ضمنت وصلحت خطأ المباراة السابقة. طب عايز المباراة اللي جاية، ما عنديش، ده هو يوم واحد اللي جاي، ده بكرة المباراة، انا عايز احضر لهم، اقول لهم الفرقه دي بتلعب كذا، يبقى احنا هنعمل ايه؟ هنضربهم من ناحيه اليمين، هتضربهم ازاي؟ يبقى ده بيجي هنا وده بيخش، ونعمل اعملها امتى دي؟ يعني اعمل الوقت ايه؟ يبقى اليوم مش 24 ساعه، يبقى مثلا 32 ساعه ولا 48 ساعه. ده خوفي من ضغط المباريات، وخصوصا للفرق المشاركه افريقيا، وخصوصا على قمتهم النادي الاهلي اللي مش مشارك افريقيا، مشارك عالميا في كل حاجه. طبعا طبعا موسم صعب جدا، شاق جدا جدا، وربنا يعني بجد يكون في عون اللاعبين. انا مشفق جدا جدا على الجيل الحالي، الجيل الحالي الحقيقه يعني، وبالذات الموسم ده هيخوض عدد ماتشات ومستوى منافسه اصعب بكتير جدا من كل المواسم اللي فاتت، ومطلوب منه دايما تحقيق العلامه الكامله. واحد، عايز اشكر الجمهور جدا، جمهور النادي الاهلي اللي حضر في ملعب ماتش امبارح، يعني صوره ولا اروع، وطليق دايما بعظمه جماهير النادي الاهلي، جمهور عظيم عظيم عظيم. ونتمنى ان شاء الله باذن الله انه لعيبه الاهلي تصالحهم ان شاء الله، هنرجع مره ثانيه لنفس الملعب ده ان شاء الله باذن الله في بطوله كاس العالم، فان شاء الله أكيد تكون فرصه لمصالحه. انا عارف قد ايه المصريين بره لما بيجي لهم منتخب مصر او النادي الاهلي، شوفوا الجمهور قد ايه، يعني ده انت كان يعني المعلق انا عصام الشباب بيقول لك انت اكنك في استاد القاهره، يعني كل جمهور مصر يعني صحيح. ما شاء صحيح. الله فبتهيألي كمان ده دور الجمهور في الوقت ده، يعني دايما زي ما بيقولوا الجمهور النادي الاهلي اللاعب رقم واحد في الظروف الصعبه اللي حضرتك كلمتنا عليها دي، مزيد من الصبر، مزيد من الدعم والمسانده ان شاء الله باذن الله العجله تدور باسرع ما يمكن. ويتفهموا ويتناقشوا في الكلام، الحلقه اللي سمحت لنا ان احنا نتكلم فيها الكلام ده، نسعد بيك دايما كابتن فتحي. لا والله بنقول الكلام ده ونبعد عن المناوشات التانية والحاجات الهستيرية، واصل مش عارف ايه. في الاوقات دي بتظهر النوايا الحقيقية، في ناس كتير بتحب انها تخلص حسابات قديمة، في ناس كتير قوي بتحب او بتشتغل على انها يعني تصطاد النادي الاهلي معنويا، فبالتالي أنا جمهور الاهلي واعي ان شاء الله. ابعد عن الفهلوة، تعالى على العلم. صحيح. العلم ما يختلفش فيه اثنين، صحيح. يعني احنا عارفين واحد زائد واحد يساوي كام، كل الناس هتقول يساوي اثنين، عمرهم ما هيقولوا كده. هارد لك بطولة ولقب خسرناه، لكن ان شاء الله بإذن الله نقدر يعني نلملم ورقنا بسرعة ونستفيد من، اعتقد كابتن فتحي النهاردة شرح وحلل بالتفصيل، ونتمنى ان شاء الله باذن الله، لانه ما عندناش زي ما قلنا مع كابتن فتحي رفاهيه الوقت، والتحديات اللي جايه صعبه ان شاء الله باذن الله، بدايه مباراه المصري نبدا نبقى اون تراك او نرجع على الطريق السليم مره ثانيه. اسعدتنا وشرفتنا ونورتنا كابتن فتحي، بنسعد بيك دايما في السادسه وبرايك وبرؤيتك حبيب قلبي. شكرا جزيلا، شكرا لحضرتك، وشكرا ليكم على المتابعه. بكره حلقه جديده ان شاء الله السادسه، تحياتي لكم.